أنا الدكتور عبد الحميد دباغ، مدير مشفى أورينت الجراحي في الشمال السوري. مشفانا مشفى يعتبر من المشافي المركزية الموجودة في الشمال السوري طبعا، باعتبار وجود الاختصاصات الطبية الكاملة موجودة فيه، بالإضافة إلى وجود الطبق المحوري المميزين بوجود في ضمن المشفى. الشغل الأهم من ذلك، نحن مشفانا بيستقبل كافة الحالات الإسعافية والجراحية، وبيهمنا رقم واحد هن اللي عم يجونا من أرض المعركة، الجيش الحر وباقي الفصائل المقاتلة على الأرض. يعني طبعا نحن أهم شيء رقم واحد هن اللي بيجينا من أرض المعركة، رقم اثنين المدنيين بينصابوا تحت القصف، رقم ثلاثة النازحين الموجودين بالمخيمات، بالإضافة إلى وقت بيكون عندنا فضاء للمدنيين لإصابات حوادث سير، إصابات مدنية كمان نستعملها. بشكل عام نحن هون مشفانا مثل ما قلت بيتميز باستقبال كافة الحالات، ونحن باسم مؤسسة أورينت، باسم إدارة مشفى أورينت الجراحي، بتشكل هيئة الأركان العامة في الجيش الحر لتقديم الأدوية والمساعدات الطبية اللي وصلتنا. هي الهيئة الوحيدة اللي وصلتنا كمية من الأدوية من عندها بكمية كويسة وكبيرة يعني، والحقيقة وتعاونهم معنا بشكل كويس، وكل ما أجاهم أدوية بيتصلوا فينا، بننزل على المراكز على المستودعات لعندهم بيعطونا حصتنا الموجودة عنا. وأنا بشكر باسم المؤسسة، برجع بقول هيئة الأركان العامة لتواصلهم معنا بهالمجال، ونحن وقت المطلبون دائما بيكونوا موجودين.